اخوان عرفوا ادم كخافني شي حاجه سميت سرقت شي حاجه سرقت شي حاجه عرفت كخاف منها هانتوما غنعمل نعمل نخرعوا بها ونشوفوا شنو ادم وصل لدارهم راه مشى راه باقي تيجري هذا ديديكاس لقى الامهات ديال المغرب كامل بصفه عامه ديديكاس لكم الامهات ديال المغرب كلكم ناري عشيني واحد الاحساس داروا لي دابا نعاودوا الفيديو وحاولوا ما تحسوا بوالو زعما غير حاولوا تشوفوا فيها وصافي سير سير علاش ما تهرش كي دار ليه هاد الحرام شوف يلا ما تحسوا بوالو سير كلكم الجمعة والسوس كيف زالت الترافقو هذا الزهر يمكنش بحالة تزهي الترافقو ياك هادي راه غالبا كتلقاها غير تحرق لها شعرها بالشوشوار فهمتي ولا دارت شي صباغة للشعر وما صدقاتش ليها علاش ما يمكنش يكونوا بزاف مع عشرتك كدايرين ما يمكنش انا جيتي كيبان ليا كيفاش لقاني كيفاش خلاني وات بلاتي كيفاش لقاك دابا انت كنتي قد هكا كنتي وصاحبه تفكرت اخر مره ها انت شو باقا كتلتهز الشكر ديال الميكيات تحضير ياك ولا الثاني شحال كملت من عام هنا سنه سعيده 10 سنين هي 10 سنين ياك وكي خلاها هكا كملت 13 عام الحبك انت الرجل ما وصلش الارض ما نبغوش العنف من جهه الاباء لجهه الابناء ولكن ممكن انت اختك تضربها ولا ممكن انت تضربي اختك الصغيره والله راه يمكن راه الا ضربتها ماماك ولا باباك غيسميو وما كيعرفوش يربيو حقوق الاطفال اما انتوما الاطفال ضربتو بعضياتكم كتسمى عادي ضربي اختك الا بانت لك بحال هكا شتفعل اختك الا شتيها بحال هكا الله يرحم لكم على الوالده راه غتندموا على هادشي من بعد غير شوالي مخلص لك العطله وتاكل لك الحلوه انا برينسيس وتنتعامل معامله البرينسيس والراجل هو اللي تيصرف على المرأة وتتجي معاها كيت كنت اللي ما عندك شي الحلوة ما كرهتيش شي واحد يصرف عليك وسير بدلو سير ما نافعك شي ادي تالي ما عندك ما يدار لي هضرتي معاها وحق الله تخلي جيب هذه ما تدويش معاها خليها حستي عاود شي خشافة موت عليكم شافة مغاربة خاوة وليدة شنو تقولي مغاربة مغاربة حبابي كاش طالب نتي خصني نتا تشبوك يلا عرفتو راه ماشي حل الحدود يا حي واش داك داكشي كاين في الجزائر موت عليكم مغاربة خاوة وليدة شنو تقولي مغاربة مغاربة حبابي كاش طالب نتي خصني نتا تشبوك واه كاينة غسير وعدادي واش هذا الكارو اللي قلت لي واش هذا جولويز اولويز ولا سميتي اللي قلت لي جيب لنا وسخرنا واحد اخو قلنا جبنا جولويز مشى جاب لنا اولويز ديال العيال لا ما عرفتش علاش دابا قال لي شي جيب لي جولواز ما انا جولواز علاش كيقول المهم شي كارو واقيلا ولا شي لعيبه يا كمي هذا راه مزيان لا هادشي هذا والله ما عرفت سديري هادي تم سالوا لي هالفلوس وما يهبطوها شو ما كيجيبوا هاد الفلوس كاين شو ما تقادوا لها وظيفة كيرا فيش قد تسوي والو فاش بقى جالسة حدا كتشطح وطي في حالي قلت لكم ذاك النهار واش نوليو شيخات ولكن مازال ما صدقش لنا البروغرام تاع الغلط حيتاش وليت انا كل مرة في النهار ما يمكنش نولي شيخ ياك ميرد مابقينا فاهمين والو واو ياك ماشي متحول هذا هادي راه غادي تكون احقرا شي واحد شي نهار ونط دابا شي تلاقى معاه في الدرب يا ربي تلاقى معاه يا ربي نهار ما كرهتش تلاقى معاه باش تبرد غديدها فيه بس صافي ترتاح شي شويه تا هي تعطي الراس الراحه فاش كنبغي نحيد الماء نودني لا حيت ما ديتكتاش ليها الوجه فهمتي دابا الفلتر نورمالمون كيديتكت لك الوجه وفاش كدير هكا كيتبع وجهك وتيمشي هي مع دايره اللعيبه ما ديتكتاش الوجه وكتسكت سوسي ودنك من الماء سوسي يلا بقت الصباح تنسمع وجه الجرانه فورمه الفلوكه كتعير بخالتي خديجه الشينويه وخالتي الشينويه بزاف عليك
يا ودي عطونا بالتيسة. يلا إن الله الله يلا سرك وحق الرب. شنو بغيتو تعيفونا في الاكازو ولا شنو زعما؟ سر هذاك الاكازو كله شريتي عيان بس عيفنا في الاكازو. عارف انا كنتمنى ناكلوه يا قاسك تعيفنا فيه. عيفينا فتاي عيفينا في الخبز. لانيماسيون شتي لانيماسيون كيفاش دايره؟ الناس اللي قاول ما تشبعوه وكاسين تيلعبو فيه ما عرفوش بلي راه نعمه هذيك. حنا لقيناه غنتشلبطو فيه ونخرجو غنفزقو اسيدي غنشللو يدينا داك البيسين. هنا ندخل البيسين نشلل يدي. العيد قريب الشمايت، انا مسميين راسكم رجال، مسميين راسكم دي زوم، مسميين راسكم دي بابا. راه ملي كديك بنت الناس كطلقها راه ماشي كطلقها وكطلق دوك الولاد معاها، لا هذوك الولاد راه دمك كيجري في عروقهم. انت راجلك ما بغاش يشري لك الحولي ولا ما بغاش يصرف عليك، حنا مالنا؟ ها انت يلاه مدوشه وخارجه كتعايري فينا، حنا مالنا؟ حنا ما فيها عيب الا عيدتي لولادك ولا كسيتي ولادك ولا صرفتي على ولادك ولا عرفتي ولادك، راه ما فيها عيب. صافي هذيك بنت الناس عندك جوج حلول، اما كتصبري العصا والبنيه والدل، اما لا طلقتي غتلقي انت ولادك. ما غنعرفك ما غنعرف ولادك. كاين شي بنات ما تعرفوش يهضروا ما تعرفوش يوصلوا لك واحد الحاجه الى دارهم، بغاو يوصلوا لك يوصلوا لك بطريقه خايبه. يلاه علاش طلقها؟ انا يلاه عرفت دابا علاش، انا عرفت علاش في هذا الفيديو هذا. علاش خاصكم تصبنوا حوايجكم عاد تلبسوهم؟ علاش اش كيجمعوهم زعما هكاك؟ وشنو كان كيتسحب لك كيتصنعوا وسط الميكا ولا كيفاش؟ واش كان كيتسحب لكم كيتصنعوا وسط الميكا الحوايج؟ يلاه اش كان في هذا الفيديو، نتلاقى في فيديو اخر.